بسم الله الرحمن الرحيم. Diagnosis and Treatment Plan للComplete Denture. الخطوة الأولى بالخطة العلاجية مالتي للبيشنت اللي هو Complete Dentures جايني للكلينيك، أسوي له Diagnosis مضبوط، فهي تقييم علمي للحالة الموجودة. زين، توجهني انه اسوي دايجنوسيس للبيشنت مالتي. هي مو عمليه اقدر اني اخلصها بسرعه وبوقت قصير، لا، لازم اخذ وقتي حتى انطي دايجنوسيس مضبوط على اساس ارسم الخطه العلاجيه مالتي. ممكن اعرف الدايجنوسيس على انه هي الفعل او العمليات اللي تقرر طبيعه الحاله المرضيه بواسطه الاكزامينيشن اللي اسوي لها، او ممكن اقول عليها هي تحديد طبيعه ومكان وسبب الأمراض. عندي فد عوامل تأثر على أو لازم أني أسوي لها evaluation أثناء الـ diagnosis مالت البيشنت. هاي العوامل هي الـ mental attitude والـ systemic status والـ past dental history والـ local condition. أناقش هذه العوامل واحد واحد، بداية بالـ mental attitude أو الـ psychological factor للـ patient. نجاح الدنتال بروسيسز اللي اسويها للبيشنت يعتمد على عدة عوامل، قد تكون وظيفية، بيولوجية، تقنية، جمالية ونفسية. العوامل النفسية تشمل تهيئة البيشنت ونفسيا هيئة انه يستعمل الدنتشرز، علاقته مع طبيب، شلون تكون مفروض علاقته مع الطبيب اللي راح يسوي له الدنتشر، مدى قابليته انه يستعمل هذا الدنتشر ويتعلم طريقة استعماله ولفترة طويلة من الزمن. أنا كبروسودونتست وظيفتي انه افهم تمام حاجات هذا المريض، لانه لما افهم حاجة البيشنت راح اساعده انه يتقبل الخطة العلاجية ويتقبل العلاج اللي هو يحتاجه. عندنا العالم هاوس صنف لي البيشنت الى اربع، يعني خلاهم تحت اربع خانات. اول شيء قال اكو نوع هما philosophical patient، اكو نوع exacting patient، اكو indifferent، واكو historical patient. الفيلوسوفيكال بيشنت هم النوع اللي يعني افضل ناس بالعلاج لنا، اكثر ناس يريحوننا لما نشتغل لهم، نشوفهم دائما هادئين عقلانيين، يتاقلمون بكل المواقف حتى وان كانت صعبة، علي ما تكون سهل علي شلون يعني يعرف طبيعة الدنتشر هذه، انه لازم شلون راح يحافظ على الصحة مالته البيشنت، شلون راح يتعامل مع الطقم مالته، شلون راح يعوض الاسنان مالته بطريقة طبيعية. فهم هذول دائما متعاونين وياك، يسمعون كلامك، بسرعة يطبعون نفسهم على الحياة، يفتهمون اللي يحتاجونه بالضبط، يفتهم الغاية من الدنتشر مات اللي راح يلبسه. يعني وحتى هو أصلا هذا البيشنت يعني يجيك وهو كل ثقة ومطمئن، أي تخيل إنه فد شيء راح تواجهه صعوبة أثناء الخطوات تكميل الدنتشر أو أثناء لبس الدنتشر مات. النوع الثاني هو exacting patient، مريض تلقى بكل المواصفات الحلوة مات الفيلوسوفيكال بيشنت، لكن تحس انه ثقته بيك متخلخلة، فهذا يحتاج من عندي وقت اطول اقعد افهمه، اتواصل وياه، اقنعه. يعني هو يريد من عندي اشرح له كل خطوة راح اسويها بالتفصيل، فانا لازم امشي وياه، اظل اشرح له اللي يريد افهم علي، اقنعه الى ان ارجع للطريق مالتي، ارجع الى انه يكون philosophical patient واحصل من عنده افضل treatment plan. النوع الثالث اللي هو indifferent patient، البيشنت المهمل ما عنده اي اهتمام او اهتمامه قليل باسنانه، بالاورال هيلث مالته، ما يقدر التعب اللي اني اتعب وياه والجهد اللي ابذله، بسرعة يستسلم أي مشكلة بسيطة، سويت له دنتشر بي هاي سبوت أو فد شي مكان بينفول، ما يجيني أعدل الهيا وأضبط الهيا، لا، مباشرة راح يذب الدنتشر ما يلبسه، وتلقاه باقي فترة طويلة بدون دنتشرز. غالبا هذول النوع يجي كريليتيف مع بيشنت ثاني أنت تشوفه وتقعد تقترح عليه وأسوي لك هيك، أو ممكن واحد جايب غصبا عليه، ريليتيف زوجته أو واحد وياه معاجبه شكله هيك جايبه غصبا عليه، يعني ما يجيك من تلقاء نفسه، يعني عنده ما عنده رغبة انه يلبس دنتشر،
ما عنده اهتمام بمنظره والفانكشن مات الأسنان. أغلب الحالات هذولا البروغنوسيز مالتهم يكون كويشنيبل أو أنفافرابل بروغنوسيز. ممكن تسوي له أنت قبل ما تبدي الخطة العلاجية مالتك، ممكن يسووا له فد educational program، برنامج تعليمي على dental condition، على dentures مالته. ممكن بهاي الحالة يعني يستجيب وياك وشوية يتحسن. النوع الرابع الhistorical patient، هذا النوع عاطفيا غير مستقر، تلاقيه سريع الانفعال، متخوف، قلق دائما، أكثرهم عندهم هايبرتينشن، عندهم ارتفاع ضغط الدم، تلاقيهم مهملين صحة الفم مالتهم، وما عندهم رغبة إنه يلبسون دنتشرز. وحتى وإن انجبر ولبس الدنتشر راح تشوفون إنه يفشلون إنه يتعودون عليه ويطبعون عليه، لأنه عنده توقع هذا الدنتشرز ما ترى راح يعوض الناتشرال تيث بصورة تامة، يعني راح تصير صور يعني فتشي طبق الأصل عن أسنان الحقيقيات قبل ما يقلعهن. غالبا البروغنوسيس مالتهم يكون unfavorable، وأكثر الأحيان أحتاج إنه أسوي consultation ويا psychiatric أخصائي نفسي، يعني يعطينا فد علاج نفسي قبل ما تستقر حالته النفسية، وبعدين يلا أسوي له دنتشر. السوشيال انفورميشن، المعلومات الخاصة اللي راح أخذها أنا من كل مريض، أول شيء الاسم، أول هاي بداية كل شيء أنت تأخذ اسم البيشنت. تحاول قبل ما يدخل عندك فيزيت أنت متذكر اسمه، لما المريض يدخل إليك وتناديه باسمه راح تنطيه ثقة بنفسه، راح يقول هذا الطبيب مهتم بي بحالتي بعد لسه يذكرني، فيعني هذا تكون نقطة بصالحك بالتريتمنت بلان. أيضا الاسم المريض ينطيني فد انديكيشن على عائلته، على الكوميونيتي اللي هو عايش بي. عندنا عمر الايج، عمر البيشنت، كل ما كان المريض ماتي عمره أصغر كل ما كان تطبع على الدنتشر أفضل. المشاكل اللي راح أواجهها بأدفانسين كل ما تقدم عمر البيشنت، أول شيء راح ينطيني مشاكل بالأدابتيشن للنيو دنتشر، تطبع على الدنتشر الجديد راح يصير عندي مشكلة الكوأوردينيشن، التناغم يعني عمل الدنتشر مع عمل المسلز اللي موجودة بالماوث، هو هذا اللي نسميه الكوأوردينيشن. البون ريزوربشن اللي راح يصير عنده، تشو سنسيتيفيتي زيادة بحساسية التشو، الهيلينج اللي يتأخر عند البيشنت، والبالانس نوتريشن التوازن الغذائي له. الجندر، جنس البيشنت بشنو يفيدني أني؟ الفيميل بيشنت يكون رضاهم على الابيرنس يكون اصعب من الميل بيشنت. الميلز بصوره عامه راح تشوفون ما يتوقع انه راح يحصل كومفورت وفانكشن، يعني متقبل الوضع، يقول لك انا يا اما شكل حلو يطلع عندي او وظيفه حلوه. البيشنت الفيميل لا، يكون عندهم اهتمام اكثر شلون راح يطلع شكل الفيس مالتهم، شكل اللبس اكثر من الميل. الاوكيوبيشن والسوشيال بوزيشن، كل ما كان البيشنت عندي هاير سوشيال بوزيشن موقع اعلى، راح يكون يتطلب من عندي اساتذة اكثر، مثلا الاساتذة المحاضرين اللي يتكلمون بصورة بابليكلي مع الجماهير، هذي يريدون من عندي يعني اكثر قلقهم حول السبيتش، يريد الدنتشر مالته يلفظ الحروف بصورة صحيحة ويريده ثابت وهو ياكل، وهو يتكلم. بينما عندك مثلا الموسيقيين يقول لك انا اريد الدنتشر مالتي ثابت لمن اني انفخ بالاداة الموسيقية مالتي، فاهتمامهم يكون اكثر على التوث بوزيشن اللي يعني يحدد لي هاي الوظيفة. دي السيستميك او الميديكال هيستوري مالت البيشنت، ماكو اي بروستودونتيك بروسيجر تصير عندي بدون ما اني انطي فد يعني تقييم للسيستميك كونديشن مالت البيشنت. يعني انت لازم تخلي ببالك الاورال هيلث هي جزء من الجنرال هيلث مالت البيشنت. ليش؟ لانه عدا الحالات اللي الانسان يفقد اسنانه نتيجه لحادث معين وفقد اسنانه،
كل حالات اللي يصير بيها فقدان الأسنان عدا الحوادث راح تشوفونها أنه ممكن تكون oral malfunction systemic disease عند البيشنت. معناتها يعني السيستميك ديزيز عندها في الدايركت افكت او دايركت ريليشن ويا الاورال كونديشن ويا الدنتشرز بصوره عامه او بصوره خاصه. زين، امثل على هذه السيستميك ديزيز يسمونها ديبايليتينج ديزيز، امثل عليها الدايبيتس، الامراض الدم، التي بي. زين، هذا البيشنت يحتاج من عندي فد اكسترا انستراكشن، اطول بالي شويه وياه بالانستراكشن على شلون، على الاورال هايجين، على العادات الغذائيه مالته، شنو الاكل اللي يفيدك واللي ما يفيدك، التشو ريست الضروري له بهاي الحاله. الافضل او والمفروض انه يكون عندي كونسلتيشن ويا الفيزيشن مالته، ويا اخصائي اللي راجع، الطبيب الاخصائي اللي راجع. زين، والافضل انه يكون عندي الريكول فيزيت بصوره دوريه او فترات متقاربه، لانه هذا البيشنت اتوقع ما عنده البون ريزوربشن، سواء كان نتيجه المرض او نتيجه الادويه اللي ياخذها على هذا المرض. المهم انا هاي الريكول فيزيت حتى اتاكد انه الدنتشر دائما ادابتد على الميوكوزا، ما صاير لوز نتيجه انه ريزوربشن، والاكلوجن اتاكد من عنده دائما انه صحيح. أبو الدايبيتس هذا يصير wasting of tissues، يصير التشوز مالته منهكة، فيحتاج إنه تشو ريست، وتشو ريست معناتها يعني قلل فترة لبسك للدنتشر قدر الإمكان، انطي التشوز بالأورال كافيتي انطيها مجال إنه ترتاح، خصوصا بالليل نهائيا لا تلبسه، بالنهار قدر الإمكان أنت حاول تنزع هذا الدنتشر. لانه عندي حالات بالسيفير دايبيتس الانسان راح يبدي يفرز الاسيتون، الدم يفرز الاسيتون، فالاسيتون من يتجمع بالفم راح يسوي بور فيتنس للدنتشر مالتي، اذا دنتشر بور فيت والبيشنت لابسه راح يصير ديستركتيف ديفايس للميوكوزا، فهذا البيشنت اقول له قلل فترات لبسك للدنتشر. الوجبه مالته الغذائيه اقول له اكل وجبه غنيه فيتامين بي، فيتامين سي، انطي سبليمنت كالسيوم، احاول اتواصل مع الفيزيشن مالته حتى يعني اشوف مدى سيطرته على البلد شوجر لهذا البيشنت، ومتابعتي الى تقييمي الجيد، تقييم الدقيق للحاله راح يسهل علي اختار الطريقه اللي اخذ له بها امبريشن، اختار نوع الاسنان، الكونسبت مالت الاوكلوجن اللي يفيد هذا البيشنت. ابو الكارديوفاسكولار ديزيز لك افضل شيء انه الابوينتمنت مالته يجيك للكلينيك بايرلي مورنينج ابوينتمنت، موعد صباحي مبكر، لانه بعده الصبح يعني باخذ الليل فتره طويله من التشو ريست، فالصبح بعد الافطار راح ياخذ العلاج مالته، العلاج اللي راح ياخذه يسوي التشو تشينجز، فلذلك الافضل انه بالصباح الباكر اني ابدي وياه بالتريتمنت بلان قبل ما يصير عنده تغيرات بالتشو. دائما احاول الفتره ما تلفزت تكون شورت سريعه حتى ما اخلي يصير ستريس البيشنت واسوي له اجهاد، والافضل انه اني اتواصل مع الطبيب الخاص بي، يصير عندي كونسلتيشن وذ كارديولوجيست. زين، لانه اكو فد ستيبس بالكومبليت دنتشر كونترا انديكيتد لهاي البيشنت، واحتاج انه يضبط لي امور البيشنت انه يكون فيت الميديكال كونديشن مالته او الجنرال كونديشن مالت البيشنت يكون فيت قبل ما ابدي بشغل الدنتشر مالتي. عندي الانيميا راح القى السوفت تشو اللي يغطي لي البون يكون فراجايل، بسرعه يصير بي بسرعه تروماتايز، والبون لوس يكون همينه معدل الاكثر من الطبيعي، قابلية السوفت تشو انه تتحمل الضغط اللي عليها راح تقل، والهيلينج ابيليتي يعني قابليته انه يصير بها هيلينج همينه راح تقل. هذا البيشنت يفضل انه تسوي يعني تنصح يسوي بلاد بيكتشر دائما، صوره للدم حتى يشوف مدى تطور الحاله وهو ياخذ الهيماتيك ديزيز، الهيماتيك الدراجز، يعني ياخذ دائما يسوي بلاد بيكتشر حتى يشوف تطور الحاله ويعني فده يفيد التريتمنت او لا. اللي عنده جوينت ديزيز
أكثر الجوين ديزيز اللي تصير عندنا إحنا الأوستيوارثرايتس، أشوفها عند البيشنت بليفلز مختلفة. إذا وصل هذا الليفل مات أنه صار عنده انفولفمنت بالتمبروماندبيلر جوينت، هذا لا راح يجبرني أغير الخطة العلاجية مالتي. أكو حالات عنده يعني سيفير أوستيوارثرايتس لازم أغير الإمبريشن تكنيك مالتي، أغير سبيشال تري لأنه الليمت أكسس قابليته أنه يفتح الفم مالته مو كبيرة جدا. فمو اي دنشر اني اقدر مو اي تري اقدر اني البس الهيا، ومو اي طريقه اقدر اخذ بيها الطبعه بسبب هاي الليميتيشن. الجوريليشن صعبه اقدر اخذها لهذا المريض. الاوكلوجن لازم اني اسوي له كوركشن بصوره مستمره، لانه اكو الجوينت بي تشينجز بصوره مستمره، فيعني راح يتغير الاوكلوجن مالته. لذلك انا لازم باستمرار اقوم اعدل على الاوكلوجن مالته. إذا الأوستيوأرثرايتس صارت عندي بالجوينت مات الفينجر، راح يصير يقلل قابلية البيشنت إنه شلون يلبس الدنشر مالته، راح يلاقي صعوبة إنه يلبس الدنشر. عندي إن النيورولوجيكال ديس أوردر مثلا عندي البليز بالسي، باركنسون ديزيز، هذه كلتها أني الاهتمام مالتي راح يروح على الكوردينيشن، مصل كوردينيشن مات هذا البيشنت، فاهتمامي يكون بالدنشر ريتينشن والماكسيلوماندبيلار ريكورد حتى اني انطي سبورت للمسلز، لان مشكلتي كلها راح تصير بالمسل. اني السكن ديزيز امراض جلديه عندي اني بيها اورال مانفستيشن، مثال عليها البنفيغاس. هذا البنفيغاس او اني اذر كان ميديكال ديزيز بيها مانفستيشن تكون painful للبيشنت لما اجي اخذ له الامبريشن، painful الا لما يجي يلبس الدنشر مالته، يعني راح تعيق عملي بصوره صحيحه. البنفيغاس فور اكزامبل راح اشوف عند الاورال مانفستيشن تتراوح ما بين السر بسيط الى بولي فورميشن، فهي فد painful يعني كونديشن موجوده عند البيشنت، نهائيا ما راح يقدر يلبس الدنشر مالته. فلازم هذا يعني، واصلا حتى لو مثلا خلينا علاج سوينا فتشو كونديشنر او خلى انستيزيا للمنطقه توبيكال انستيزيا ولبس الدنشر مالته، فهو اصلا لبسه الدنشر الا كونترا انديكيتد ما لم تعالج هذه الكونديشن اللي عنده. الاورال مالجنسيز اكو نوع اكو بيشنت عندهم يعني فد أورال كانسرز ويتطلب العلاج من عندهم راديوثيرابي، هذا البيشنت لازم تأخر أنت الدنشر مالته الدنشر فابريكيشن لازم أو كونستراكشن لازم تأخره قدر الإمكان، يعني at least one year after radiation، لأنه هذا البيشنت معرض لحالة يسمونها أوستيوراديونكروسيس. أي تروما بسيطة من السبيشال تري من التري ماتك من الامبريشن ماتيريال إذا رجل استعملته ممكن يصير عنده أوستيو راديو نكروسيز. فالأفضل أنه waiting period إلى أنه إلى أن التشوز شوية ترجع نورمال. لما أجي أشوف التشو مات البيشنت لونها برونز أو loss of tonicity ما بيها القوة مات اللي أشوفها أني بالمسلز، فهذا اللي ممكن تطيني يعني support للدنشر، فهذا يعني أأخر الشغل بي لازم. لما أنت سويت له حتى بعد فترة طويلة لما سويت له الدنشر ماتك أتوقع أنه يصير عنده osteoradionecrosis، وأتوقع أنه البيشنت هذا عنده صاير post operative xerostomia نتيجة للعلاج اللي أخذه، فممكن هذا يكون يحتاج انه واحد يسوي له دنتشر ادهيسيف ينطي سيلوجوغاس على مود شويه يعوض السلايفا عند البيشنت حتى يزيد الريتينشن مالت الدنتشر. المينوبوز كونديشن هذه التغيرات نشوفها بالفيميل، يصير عندهم تغيرات هرمونيه، تغيرات بالجلاندز، اوستيوبوروسيس، بيرنينج سنسيشن بالماوث، تغيرات نفسيه، فممكن هذه تأثر على الخطة العلاجية مالت الكومبليت دنتشر. زين خلصنا الميديكال هيستوري والميديكال ديزيز مالت البيشنت، ضبطناه ميديكالي اوكي، نجي على الدنتال هيستوري الباست دنتال هيستوري. نجاح او فشل البروستودونتيك كير مالت الدنتشر اللي راح اسويه يعتمد بصورة مباشرة على نجاحي باخذ المعلومات الكافية عن الدنتال هيستوري.
شلون. هسه راح نشوف نجي شلون. اول شي فهمي الطريقه اللي فقدت بها الاسنان، ايش راح استفاد بها اني؟ راح لا من اعرف الطريقه اللي المريض فقد بها اسنانه، راح اعرف مدى اهتمامه بفمه، بصحه الفم مالته، مدى بحاله الاسنان، وراح البروجنوسيس مال التريتمنت مالتي ماشيه باي اتجاه. مثلا المريض اللي فقد اسنانه نتيجه لحادث، صار عنده حادث معين فقد اسنانه، هذا راح اشوفه في الانسان يعني يجي كلش متضايق لانه اسنانه انفقدت راحت، اكثر من البيشنت اللي اسنانه انفقدت نتيجه بيرودنتال ديزيز او كاريز وقلعهم كل فتره قلع واحد، يعني هو نيجلكتد اصلا نيجلكتد. فشوفه يعني اهتمامه بالاسنان اكثر من او اقل من البيشنت اللي فقدهم بصوره فجاه نتيجه لحادث. كمية البون اللي باقية الريسيجوال بون يا هو أكثر راح البيشنت اللي عنده هيستوري رابت توث لوس تكون، شوف كمية البون اللي باقية عنده أكثر من البيشنت اللي قالعهم من زمان نتيجة بريودنتال ديزيز أو يعني البروغرسيف بون لوس صاير عنده. الدنتال هيستوري مالتي شنو يشمل؟ أول شي تشيف كومبلين المشكلة الرئيسية، لأنه راح من خلال كلام البيشنت انا دائما متعوده تشيف كومبلين اكتبها with the patient own word، الكلام حرفيا مات البيشنت اترجمه واكتبه عندي اسجله، فهذا راح ينطيني فد ايديا على الحاله السايكولوجيكال ستيت مات البيشنت. الاكسبكتيشن او توقع البيشنت شنو راح يتوقع من الدنتشر مالتي، انا لازم احدد من البدايه الاكسبكتيشن مات البيشنت وأصنفها realistic أو unrealistic، يعني توقعات معقولة أو غير معقولة. شنو اللي غير معقولة؟ التوقعات الغير معقولة أنه البيشنت يتصور الدنتشر اللي راح انطيه إياه راح يطلع تماما مثل أسنان الناتشرال، راح يقدر يأكل عليها والفانكشنز مالته طبيعية 100%، هذا فشي unrealistic أسمي. period of edentulness يعني ايش قد صار لك انت فاقد اسنانك، هذه راح تعطيني فد صوره على معدل البون ريزوربشن، كل ما طالت الفتره كل ما انه البون ريزوربشن اكثر. النوع او السبب اللي فقد الاسنان اذا كان كاريز او بريودنتال ديزيز او كذا، بالكاريز معدل البون ريزوربشن اقل، فقدان الاسنان اقل من البريودنتال كونديشن صار عنده بريودنتايتس ومور بون ريزوربشن. اجي على البريفيوس دنتشرز، المرضى اللي يغير الدنتشر مالته دائما خلال فتره، شوف خلال فتره قصيره مغيره 3 أو 4 مرات، هذا يعني صعب انه ارضي وريسكي انه اتعامل وياه. اي اكزيستينج بروسيسز، اي دنتشر لابسه انا لازم اخذه واسوي له اكزامينيشن بصوره دقيقه جدا حتى اعرف المشكله بالدنتشر، المشكله بالبيشنت، ممكن تكون المشاكل هي نتيجة incorrect diagnosis، فأنا البيشن الدنتشر أسوي له examination بصورة تامة. البيشنت oral hygiene راح ينعكس عندي بالدنتشر اللي موجود من عنده بالold denture، زين من ألزمه بإيدي أنا راح أعرفه هذا من حالته، هو الدنتشر صاير متكسر بيستيند نتيجة قلة التنظيف اللي بيه، فراح ينطيني مثل ما قلنا فد ايديا فد صوره عن الاورال هيلث عن الاورال كونديشن مالت البيشنت. لما ينطيني الدنتشر واشوفه صاير كلش فد ديرتي، صاير بفنجل انفكشن بادر، فبدون ما اباوع بالاورال كافيتي راح اقدر اتوقع حاله التشوز شلون راح يكون شكلها. ابجي اسال على البريفيوس دنتشر اكسبيرينس، اساله كم دنتشر سويت، ايش قد الفتره اللي تلبس كل دنتشر بيها، الاستيتيك مالتها شلون كان، حلو لو ما حلو، تقدر تتكلم بيهن بصوره صحيحه او لا، تقدر تاكل بيه ثابت بمكانه، الفيرتيكال دايمنشن مالته شلون تحسه، زين التعديلات او التصليحات، يعني مثلا مرات مو يقول لك سويت دنتشر جديد وديت اصلح لي اكثر من مره، زين شنو هاي التصليحات اللي سوا لك اياه، ريبير ريبيزنج ريلايننج، يعني ها كلها انا استفسر من البيشنت عليها. عندي لوكال فاكتورز،
اللوكال فاكتورز يقسمونها إلى اكسترا اورال اكزامينيشن، اكسترا اورالي اشيك كل شيء موجود الهيد بالهيد والنك، اشوف اكو فد باثولوجيكال كونديشن يعني يشمل لي فيشال اكزامينيشن مسل تون اللبس والتي ام جي. بالنسبه للتي ام جي اشوف اذا عنده فد هيستوري او ما تي ام جي بروبلم، لانه اي مشكله بالتي ام جي ممكن البيشنت يصير عنده ليميتيشن بالموفمنت بالاوبننج مالت التي ام جي. اشوف المشاكل اللي قد يعاني منها البيشنت بين او سبلاكسيشن المفصل يطلع من مكانه كريبتس او يعني الصوت اللي اسمعه بال يعني مثل صوت الاحتكاك اسمعه بالماندبل بالتي ام جي لما يفتح ويسد، او ممكن اكثر من شكوى عند البيشنت مالتي. يعني غالبا هذه او اكثر الحالات اللي اشوف بها هذه المشاكل القى فد ديسكريبنسي بالفيرتيكال دايمنشن، متغير الفيرتيكال دايمنشن مالت البيشنت، مثلا راحت الـ الاسنان او البوستيرير ستوبرز بصوره عامه، زين ايش راح يصير؟ يشفت الماندبل يشفت انتيريرلي وسوي عندي هاي المشاكل. الطريقه اللي اسوي اكزامينيشن للتي ام جي، اول طريقه بواسطه الاندكس فينجر اخليه بالاكسترنال اوديتوري مياتس يعني دخله باذان البيشنت، واسلط ضغط بسيط متساوي من الجهتين واقول للبيشنت افتح بالتدريج افتح واسد. اذا صار عنده بين بهاي المنطقه معناتها اكو فد ابنورمال كونديشن، وعندي ايضا الاوسكولتيشن او بواسطه السماعه الطبيه اخليها على المفصل واخليه يحرك المفصل واسمع اي ابنورمال ساوند. المسل تون الكلاس 1 هذا يعتبر نورمال مسل تون وفانكشن، الكلاس 2 هذا تقريبا نورمال فانكشن. غالبا نشوف البيشنت بهاي الحاله لابس كومبليت دنتشر قديم لكنه الفيرتيكال دايمنشن مالته مضبوط، فبحيث ما يعني معوض لي عن الفيرتيكال دايمنشن الاصلي اللي كان موجود لما الاسنان موجوده، يعني منطيني السبورت الكافيه للمسلز حتى تحافظ على التون مالتها. الكلاس 3 هو الابنورمال، تشوف المسل تون صار الفانكشن مالتها اب نورمال لانه ماكو عندي فيرتيكال دايمنشن، لوس اوف تيث او ويرنج للاسنان او يعني الانسفيشنت دنتشر لابسها ما منطيني سبورت حلوه للمسلز فصايره اب نورمال فانكشن. شنو الفائده من نعرف المسل تون؟ كل ما كانت التون مالت المسل قويه كل ما كانت البوردر مولدينج من اريد اخذ الامبريشن تكون اصعب علي، كل ما كانت المسل مسل تون ويك كل ما كانت الامبريشن بوردر مولدينج وامبريشن اسهل علي. النيك بالبيشن اجي اسوي اكزامينيشن اتفحص النيك مالت البيشنت اشوف الليمف نودز اللي موجوده، انه هي اول علامه من علامات الكانسر اورال كانسر انه يصير انفولفمنت بالليمف نود بالبابل ليمف نود. الفيشال اكزامينيشن هذا شكل البيشنت حسب خلقه رب العالمين، ممكن يكون سكوير تايبرد اوفويد سكوير تايبرد مختلط، يفيدني بالسلكشن اوف تيث اختار شكل الفورم اوف تيث حسب الفيشال فورم. البروفايل مالت البيشنت عندي ممكن يكون نورمال او ستريت بروفايل، هاي من اباوع من اللاترال فيو، ممكن يكون ريتروغناثيك يعني الماندبل متراجع او بروغناثيك ما يكون متقدم. اللبس مالت البيشنت مشاكل راح الاقيها لما يكون عنده شورت لب، كمية الاسنان الانتيريا اللي راح تكون بارزة عندي اثناء السمايل راح تطلع الاسنان كلها اضافة الى جزء من الدنشر فلانج ليبيال فلانج مالت الدنشر راح يكون بارزة وياها. ايضا مشكلة الاقيها بالبيشنت اللي عنده ثن لب، البوزيشن مالت الاسنان بس شوية اطلعها ليبيولينجولي طلعها ليبيالي راح تتغير الكونتور مالت اللب لانه كلش سن، يعني السبورت من الاسنان راح يغير من شكلها بصورة كبيرة. هاي بالنسبة للإكسترا أورال. إنترا أورال إكزامينيشن أول شيء الكلر مالت الميوكوزا الهيلثي ميوكوزا لونها يكون بينك كلر، إذا صار لونها أحمر معناتها هاي بها إنفلاميشن، عنده إنفلاميشن لا تأخذ له طبعا لأنه راح تكون الريكورد مالتك خطأ، انتظره يصير هيلثي يلا تأخذ له الإمبريشن. حالة الميوكوزا
كلاس 1 healthy mucosa، كلاس 2 irritated، وكلاس 3 صايرة يعني بس مجرد irritation حمار بسيط، وكلاس 3 لا صايرة بها pathological condition. الثيكنس مالت الميوكوزا كلاس 1 هو النورمال، الثيكنس مالت الفيرم ميوكوبريوستيان ويكون even thickness وتقريبا 1 ملم. كلاس 2 thin ميوكوبريوستيان وبسهولة يصير بي irritation من الدنشر بريشر من الدنشر بيز، والكلاس 3 تكون thick لكنه فلابي تشو، فهذا الفلابي تكون متحرك فيسوي displacement للدنشر من مكانه يعني impaired stability والretention مالت الدنشر. الرسيجوال الفيولار ريد الارش فورم شكل او نوع الارش اذا كان يو شيب هذا افضل نوع يعطيني ستابيليتي اجينست الروتيشن، ما راح يخلي ما يفتر الدنشر على الميوكوزا يعني حركه هوريزونتالي. تريانجولار تايبرد لا هاي شويه ممكن يفتر على الميوكوزا، فاني لازم اسوي مور ريتين اتنشن انتبه اكثر حتى امنع هاي روتيشنال موفمنت، والراوند هذا اقل نوع ينطيني ريزيستنت لللاترال موفمنت يصير بي روتيشنال موفمنت. الشيب مالت الارج هاي بالكروس سكشن لما اخذ بها مقطع افقي مقطع عرضي بها، اول شيء عندي كلاس 1 اللي هي يو شيب ريدج هذه احسن نوع بدرج تعطيني اكسلنت ريزيستنت للفيرتيكال ديسبليسمنت فورس يعني تعطيني ستابيليتي روتيشن حلو. كلاس 2 يكون شكلها في شيب ريدج شوي بها ارتفاع تعطيني ستابيليتي للدنشر وفيرتيكال سبورت قليله تنطيني. الكلاس 3 اللي هي نايف ايج الحافه مالتها الكريست تكون شارب فهذه ليتل او نو ستابيليتي تنطيني، اضافه الى انه هذه الشارب ايج ريدج تنطي تكون بينفول لما الدنشر البيشنت يلبس الدنشر مالته. ارتفاع الريسيدوال كلاس 1 هي هذه تنطيني الارتفاع مالتها تنطيني اللاترال ريزيستنت لللاترال موفمنت يعني بها ارتفاع حلو بعد هي الرج عاليه. كلاس 2 لا صار عندي ريزوبشن وشويه صايره نازله الرج مالتي لكنه بعد هي تنطيني شويه ريزيستنت تعطيني شويه تعطيني ستابيليتي يعني بها بعدها شويه فيرتيكال بعدها ارتفاع عمودي بها. الكلاس 3 هذه صايره كلش ريزوبشن فما بها اي ريزيستنت لللاترال فورس لانه ما بها ارتفاع يعني ما تعطيني ستابيليتي اجينست الهوريزونتال فورس. الانتر ارش ديستانس لما كلاس 1 عندي فد انف ديستانس كافيه انه اسوي الدنشر مالتي براحتي. الكلاس 2 لما تكون الديستانس بين الابر واللور كبيره هاي مشكله راح تصير عندي بالستابيليتي لانه المسافه ما بين الاسنان والسبورتينج بون تكون بعيده، واحنا نعرف كل ما زادت كل ما ابتعدت الكروزال بلين عن الكريست اوف ذا ريدج كل ما زاد الليفر اكشن على الدنشر. الكلاس 3 لا بالعكس هاي انتر ارتش سبيس يكون قليل والمشاكل اللي راح يصير عندي شلون اقدر اخلي الارتفيشال تيث لازم استعمل ارتفيشال تيث كلش صغيره يعني يحكمني باختيار نوع الاسنان اللي استعملها. البوني اندر كات عندي كلاس 1 ما عنده بيشنت ما عنده اندر كات. كلاس 2 عنده اندر كات لكنه صغيره ما تعيق انه اقدر اسوي له للدنشر يعني شويه تاثر على البيشنت ما تعيق اللبسه يعني ما تمنع لبسه لكنه شويه تسوي لي اعاقه باللبس مالته ممكن اعالجها انه اغير الباث اوف انسرشن او اسوي ريليف بالدنشر اخلي فد بي اي بي بريشر انديكيتنج بيست والبسه احدد المكان اللي دا يصير بي انترفيرنس واسوي ريليف بيه بهاي المنطقه. كلاس 3 لما تكون عندي الاندر كات بروميننت وبايلاترالي موجوده وهاي الحاله ضروري انه انا اسوي له جراحه ممكن مو جهتين اسوي لهن جراحه لا اسوي سيرجيكال ريموفال الجهه من عندها واسوي تشينج للباث اوف انسرشن على مود اتجاوز الجهه الثانيه ويقدر البيشنت يلبس الدنشر. الهارد باليت شكل الشيب اوف هارد باليت كل ما كانت الهارد باليت فلات كل ما راح تعطيني ريتينشن وسبورت احسن لكن الاستابيليتي بها تكون اقل لانه ما بها فد ارتفاع عمودي حتى ريزيست الهوريزونتال فورس.
زين اليو شيب مالتي راح تعطيني adequate support و stability و retention، والفي شيب تنطيني الليتل سبورت للدنشر ماتي والريتينشن يكون بها قليل هماتينه لانه البريفرال سيل بسرعه ينكسر، صعوبه انه اسوي بيرفكت بريفرال سيل. السلوب مات السوفت باليت الكلاس 1، شوف السوفت باليت راح تنحدر تدريجيا من الهارد باليت فتنطيني مسافه سيفرال مليمترز الموفابل بارت، يعني من الجنكشن ويا الهارد باليت لحد الجنكشن ويا الموفابل بارت اوف سوفت باليت عندي فد ارتفاع فد مسافة معينة سيفلر مليمترز اقدر استغلها اسوي اخلي الانتيرير بورد او البوستيرير باليتال سيل مات الدنتر تكون عليها تنطيني جود بوستيرير باليتال سيل. كلاس 2 لا يبدي السلابس ماتي تنزل يعني شارب اكثر الجنكشن ويا الهارد باليت، فالمنطقه اللي هي يعني الاموفابل بارت تكون المسافه مالتها اقل من الحاله الاولى، فالسيل مالتي راح يكون اقل بهاي الحاله. الكلاس 3 لا راح نشوف السوفت باليت صايره كلش يعني تقريبا الزاويه مالت اتصالها بالهارد باليت تقريبا 90 يعني شارب سلوب وياها، فال preferral seal بهاي المنطقة يكون critical. التانك أول شيء عندي حجم اللسان، الكلاس 1 هو الحجم الطبيعي للإنسان إنه هو اللي يملي لي ال floor of the mouth but not overfilling، يعني بس مجرد يملي ال floor of the mouth. الحالة الكلاس 2 يكون شوية overfill للفلور اوف ذا ماوث، وكلاس 3 لا راح يصير كلش كبير بحيث مالي كل الفلور اوف ذا ماوث وصاعد فوق الرج، الامبريشن صعبه كلش عند هذا البيشنت، وايضا الاستابيليتي مات الدنتشر تكون اقل. البوزيشن مات التانج الموقع الطبيعي لللسان هو الاتريست، تكون التب مات اللسان تلامس اللينجوال سيرفيس مات اللور تيث، واللاترال بوردر مالته تلامس اللينجوال سيرفيس مات البوستيريور تيث او الدنتشر بيس، هاي الحاله الطبيعيه. الان فافربل بوزيشن لما يكون ريتراكتد والتب مالته ما تلامس اللور دنتشر او الرج، فالسيل للدنتشر بهاي الحاله راح يصير بروكن، فالديفيكولت بالستابيليتي مات الدنتشر او اصلا ديفيكولت بالويرينج الدنتشر. البوست مايلوهايويد سبيس اللي هو اللاترال ثروت فورم، وهو المسافة اللي صايرة بوستيريرلي باللينجوال باوتش صايرة بين المايلوهايويد ريج والفلور اوف ذا ماوث، كل ما كانت المسافة كبيرة يعني بالديب سبيس او ديب لاترال ثروت فورم اللي تقريبا اباوت 5 بوينت يعني نص انج، فراح تعطيني هذه ريتينشن حلو للدنتشر يعني فافرابل للور دنتشر. كل ما قلت او كلاس 2 هي المودريت وكلاس 3 شلو السبيس يكون كلش قليل فيأثر على الريتينشن مالت الدنتشر. السلايفا كلاس 1 عندي نورمال سلايفا نورمال اماونت وكونسستنسي، كلاس 2 تكون اكسسيف اماونت مال ثين ووتري او ثيك روبي سلايفا، كلاس 3 ان انسفيشنت يعني تسميها زيرو ستوميا كمية السلايفا بها قليلة. راديوغرافيك اكزامينيشن احتاج البانوراما سيفالومتريك اكلوزال بري ابيكال راديوغراف زين، يعني اذا اكو فود ريتيند روت ان اربتد توث ما طالع سيست موجودة تيومر فد فوريان بودي فد اوستيوبوروسز او بالبون فد ديسوردر بالتي ام جي اي او اي باثولوجيكال تشينج صايره بالبون كلها راح انا اكتشفها بالاكس راي. الدايجنوستيك كاست ادفانتج احنا نعرف الدايجنوستيك كاست انه انا اسوي حتى اسوي عليه السبيشال تراي، لكن ايضا الى فد استعمالات ثانيه بعد على السبيشال تراي راح انا ما راح اقدر انتبه على كل التفاصيل الديتيلز بالماوث بالبيشنت ماوث، فانا راح اقيم الاناتومي والريليشن شيبس مات الاسنان لما البيشنت يروح اقعد على كيفي واسوي ايفالويشن مضبوطه على اساسه علي انا اقدر اشوف اسوي ايفالويشن للانتر ارش سبيس
اشوف يعني الانترا اورال اوبزرفيشن اللي قلت اني بوقتها مو كل شيء راح اقدر اشوفه، فاكو اشياء يعني ممكن فد بوني اكزوستوسيس او شيء ما انتبهت عليها انترا اورال راح انتبه عليها بالكاست، حجم الارش راح يشوفها، الريليشن الانجل كلاسيفيكيشن مال الاسنان راح تكون واضحه عندي، اذا اكو فد بوستيرير كروس بايت ما انتبهت لها همين راح اقدر انتبه عليها، على الكاست مالتي اقدر احدد مكان الاندر كات حتى على اساسها احدد الباث اوف انسيرشن مالت الدنشر، السوفت تشو ديزيز يعني فد اكو فد الريجولاريتيز بالسلايفه بالتشو راح تكون واضحه على الكاست لانه ما بي سلايفه، اذا صاير بيها اذا اكو فد فلابي تشو صاير بي ديسبليسمنت راح مبينه، تصير عندي فولدز على الكاست على سطح الكاست، علي اني اقدر اسوي التريتمنت بلان او احدد اذا عندي فد بري بروستيك سيرجري لازم اسويها، فكلها اني احدد الخطه مالتي على الكاست، وايضا استعمل الادوكيشن مالت البيشنت اعلم البيشنت اشرح البيشنت الحاله عليه. انترا اورال فيديوغرافي يعني تصوير داخل الفم فيديو مو صورة عادية، هذه الحلوة بالموضوع اسويها ديجيتال هذه الصورة فاقدر اكبرها قدامي حتى الديتيلز الصغيرة اللي فاتتني ما شفتها بعيني راح اشوفها، اقدر اعيد التصوير مرة اثنين وثلاثة حتى اتأكد من الدايجنوسز مالتي. زين هسه هذا اللي تشوفون اللي ذكرناها الاكسترا اورال والانترا اورال اكزامينيشن كلها موجوده بالكيس شيت، يعني هنا تعلمت اني من هاي المحاضره علمتني الكيس شيت مالت البيشنت عشان اختار يعني الاوبشنز اللي موجوده وشون طريقه الملء الكيس شيت. اجي للتريتمنت بلان مالتي، التريتمنت بلان هي عمليه انه اني اطابق الاوبشنات اللي متاحة لي بالعلاج مع الحاجة الفعلية للمريض، زين ارتبها حسب الاولوية مع الاحتفاظ بمنطقية يعني بالاشياء اللوجيكال المفروض انه اني اسويها فيرست. هي العملية انه اخذ بنظر الاعتبار او احلل كل الدايجنوستيك فايندينج اللي شفتها عند البيشنت، السيستميك واللوكال كونديشن، سيرجري او يعني حاجة للسيرجري او فد بري بروستيك بريبريشن، الطبعة النوع الماتيريال اللي راح استعملها للطبعة، الماكسيلا مانديبرا ريليشن شيب، الكونسبت مات الاوكلوجن اللي راح استعملها، نوع وشكل الارتفيشال تيث والكونستراكشن مال الدنشر، وبعدين الكير بالدنشر بالنسبة للبيشنت. واي تريتمنت بلان؟ قد واحد يسأل منكم سؤال انه ليش التريتمنت بلان؟ انا احط خطة علاجية حتى احدد حاجة المريض الفعلية particular patient need وعلى اساسها ارسم العلاج الخطة العلاجية، ارسم الحاجة او احدد حاجته من العلاج. البروغنوسيس احنا اكثر من مرة اثناء الكلام مالتي ذكرت هذا good prognosis هذا poor prognosis، شنو معنات البروغنوسيس؟ البروغنوسيس معناتها رأي او الرأي مالتي او الحكم مالتي على الابلاينس اللي مسويتها للبيشنت هذا راح تنجح او ما راح تنجح، يعني مدى فائدة الابلاينس اللي انا مسويتها لهذا البيشنت. البروغنوسيس من اللي يحددها الي؟ اول شيء الاناتومي مالت البيشنت، البيرنج سيرفس شكل يعني الفاوندينج اللي موجودة عندي بالميوكوزا بالبون، حجم اللسان مكانه، الفلور اوف ذا ماوث مكانها و يعني الاناتومي مالتها، النيورو ماسكولار كنترول مالت البيشنت، الدنتشر هيستوري وسايكولوجيكال كلاسيفيكيشن. اي فاكتور من هذه كان نتيجته حلوه معناتها اني اتوقع الابلاينس مالتي او الدنتشر راح ينطيني نتيجه حلوه، يعني جود بروجنوسيس. اخر شيء عندي البيشنت ايدوكيشن، هي فد خطوه اوليه انا من البدايه ابدي اسوي ايدوكيشن للبيشنت ومستمرة، تعتبر سبورتيف للتريتمنت بلان حتى أضمن نجاح الأبلاينس اللي أسويها للبيشنت. البيربوس من الإدوكيشن، أول شي راح أني أوعي البيشنت على الدنتال هيلث وتأثيرها على صحته بصورة عامة،
أوضح صورة معنى الإدنتشوريزم عند البيشنت، أوضح له الصورة شنو معناتها، شنو خسر هو بالمقابل، شنو المفروض يسوي، شلون يتعامل وياها. أفهم من المريض الإكسبكتيشن مالته، أعرف هو شنو متوقع من أنا، شنو راح أسوي له، وأحاول أنه أطابق expectation مات البيشنت مع النتيجة اللي أنا راح أحقق هي مع مصداقية أو يعني الأشياء المنطقية اللي أنا ممكن أسوي هي بالتريتمنت بلان. راح أشرح له طبيعة وشون يتعامل مع الأبلاينس ماته، وشون يعني الأشياء اللي ما تقدر توفر هي هذه الأبلاينس. وأخير شيء أوضح له إذا أكو فد alternative treatment للدنشر مالته ممكن يسويها، مثلا زراعة وكذا، وشان الخطوات اللي راح هو يتجه عليها.